لو أتكلم شوي وياك يا أحمد عن وضعك أنت ويا الرياضة، شو وضعك؟ الرياضة إذا ما شيء رياضة ما شيء نشاط في اليوم. هي شو أهم، شو أحلى رياضة عندك إياها؟ شو اللي تحب تسوي؟ أسوق سيكل كل يوم. هي كل يوم الصبح صدق؟ عندي سيكل، بس بيني وبينك عشان ما أكون يعني وايد بالغت، وقفت من فترة قريبة. هي تحب الجري، تحب تسوي أشياء مختلفة؟ يعني مو بهاك الزود، أنا أحب أسوي الأشياء الخفيفة اللي تقدر تسويها في البيت في كل مكان. يعني ما تحب شيء وايد تزرب عمرك وتسوي وشي، تحب الراحات. الأشياء الراحات. ننتقل لموضوع الرياضة، ومثل ما تعرفوا مشاهدينا أن تحتل الرياضة النسائية مكانة مميزة من رعاية مجلس دبي الرياضي وحرصه على تنظيم الفعاليات الجديدة والمتنوعة على مدار العام. واليوم بنتكلم عن تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات اللي يشكل إضافة مهمة على مستوى تخصيص فعاليات المرأة، وإضافة مميزة للفعاليات العديدة اللي تحتضنها إمارة دبي. عن هذا الموضوع نسعد باستضافة السيدة فوزية فريدون رئيس قسم الرياضة للمرأة. ومرحبا بك، يا هلا ومرحبا. يا مرحبا فيك ريحاب، مرحبا فيك أحمد. يا هلا أهلا. لو بداية تخبرينا عن سباق المرموم كيف كان؟ طبعا السباق المرموم للدراجات الهوائية يقام للعام الثالث على التوالي. طبعا هاي النسخة شهدنا فيها إقبال عدد أكبر من النسخ السابقة، وطبعا المستويات شهدنا أن هي أيضا مستويات مختلفة وأفضل من السنوات السابقة. نعم أستاذة فوزية، لو تعطينا لمحة عن هذا التحدي. بالنسبة للسباق هذا طبعا يقام على فئتين، فئة 40 كيلومتر وفئة 70 كيلومتر. أيضا طبعا يحق للمشاركات طبعا اختيار الفئة اللي هم يبون يتنافسون فيها. شو كانت، كم كان عدد المشاركات؟ المشاركات طبعا أكثر من 280 سيدة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات شاركوا في هذا السباق. طبعا أنا وايد متحمسة، أنت قلتي لي قبل أن في سباق جاي شهر نوفمبر، خبرينا شوية عن السباق القادم. الفعالية القادمة إن شاء الله راح تكون في نوفمبر، راح تكون دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، راح تكون النسخة 10 وراح تضم 10 ألعاب من ضمنها سباق الدراجات الهوائية. وهاي دعوة للشرحة بأنك تشاركين في هذا السباق إن شاء الله. أكيد. لو بتكلمين عن المسافات، البنات يختارون أي مسافة تقريبا، 70 أو 50؟ يمكن في البداية كانوا البنات يميلون لفئة 40 كيلومتر، بس يعني هاي السنة الأغلبية كانوا في فئة 70 كيلومتر، لأن الحمد لله يعني ثقافة ممارسة الرياضة وخاصة الدراجات الهوائية بدأت في الانتشار على مستوى إمارة دبي، فنشوفهم ما شاء الله وكانوا متواجدين بكثرة في فئة 70 كيلومتر، وأيضا من خلال الفرق المجتمعية. طبعا شهدنا أيضا وجود فرق مجتمعية كثيرة مثل فريق الشعفار جميرة، فريق شرطة دبي، كانوا متواجدين في السباق وأيضا كانت لهم بصمة قوية في هذا. نعم. السباق طبعا هاي السنة الثالثة نقدر نقول حق السباق للدراجات الهوائية، كيف كان إقبال المرأة لهذا النوع من السباق؟ طبعا مشاركة المرأة ما شاء الله متنوعة، ودائما المرأة حريصة على المشاركة في الفعاليات الرياضية، فنشوفهم ما شاء الله متواجدين دائما في الفعاليات اللي نظمها مجلس دبي الرياضي، سواء كانت فعاليات مخصصة للمرأة أو فعاليات لكافة شرائح المجتمع. سادة فوزية، نحن نشوف في دبي طبعا نحن عندنا أكثر عن 200 جنسية وعدد كبير من الناس، هل كيف التناغم بين هالكم الهائل من التنوع الثقافي خلنا نقول في ممارسة الرياضة؟ طبعا فعالياتنا، لو الفعاليات اللي نظمها مجلس دبي الرياضي، هي تخدم كافة شرائح المجتمع وكافة الجنسيات، فطبعا نحرص على تنظيم فعاليات اللي تواكب جميع الفئات. وأيضا في سباق القدرة شهدنا مشاركة أيضا منتخبات من خارج دولة الإمارات مثل فريق منتخب الكويت للدراجات الهوائية. العام الثالث على التوالي يعني حريصين أنهم يتواجدون في دبي عشان يشاركون في هذا السباق. أيضا كانت أيضا وحدة كانت جاية من كندا يعني بس عشان تشارك في هذا السباق. يعني السياحة، حتى السياح يقدرون طبعا يشاركون، طبعا يسمعون عن هاي الفعاليات ويحبون أنهم يتواجدون في دبي عشان يشاركون في هاي الفعاليات. كيف الفرق كان يوم كان يعني السباق الأول في السنة الأولى، الحين ما شاء الله نحن في السنة الثالثة، هل في فرق بين البداية والحين؟
أكيد طبعا الفرق في عدد المشاركات في المستويات، يمكن قبل مثلا يخلصون السباق مثلا في ساعة، بس اليوم مثلا يخلصون السباق مثلا في 40 أو 30 دقيقة، فطبعا هاي المستويات تختلف من سنة إلى سنة. هل أنتوا تدربونهم قبل السباق أو شيء، يعني إن في فترة من الفترات يعني إن في تدريب يكون؟ بالنسبة للتدريب طبعا هذا عن طريق الفرق اللي هم مشتركين فيها أو عن طريق الجهات اللي هم منتمين لها، بس نحن طبعا طول السنة عندنا مجموعة من السباقات المختلفة، فهم مثلا يشاركون في هذه السباقات المختلفة بحيث أنهم يتهيئون للسباق الرئيسي أو يكون موجود في دبي. أستاذة فوزية، المبادرات اللي مثل هاي كيف ترسخ مكانة دبي في مكانة دبي الرياضية؟ خلنا نقول طبعا دبي هي عاصمة للرياضة، ودبي مدينة للسعادة والنشاط البدني والرياضة. طبعا نحرص نحن في مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة دبي من خلال تنظيم واستقطاب الفعاليات وخاصة الفعاليات الدولية. هل في فعاليات أخرى للمرأة؟ طبعا الفعاليات اللي نظمها المجلس فعاليات متنوعة، وعندنا أكثر ممكن من 100 فعالية خاصة للمرأة فقط، تنظم على مدار العام من سباق الدراجات إلى الجري إلى الألعاب الجماعية السلة والطائرة. فطبعا احنا ندعو جميع السيدات إلى متابعة موقع مجلس دبي الرياضي لتعرف على كل ما يتم تنظيمه. نعم اختي فوزية، بما أننا احنا تكلمنا عن المبادرات، هناك في طبعا دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، شو الجديد في هاي السنة؟ الجديد طبعا احنا عدنا بعشرة ألعاب، طبعا كنا احنا توقفنا من خلال السنتين الماضيات بسبب كوفيد، نقصنا عدد الألعاب بس كانت في صدامة في تنظيم الدورة، بس هاي السنة رجعنا بعشرة ألعاب، وفي ألعاب جديدة راح تكون متواجدة في النسخة العاشرة إن شاء الله. من مثل شو الألعاب اللي بتكون؟ الألعاب الجديدة عندنا السكواش بتكون لعبة جديدة، عندنا رياضات إلكترونية ببجي أيضا بعد راح تكون لعبة جديدة عندنا. طبعا هذا سبب الإضافة إلى طلب من الاتحادات لتكوين منتخب الإمارات للألعاب الإلكترونية وأيضا السكواش، فحرصنا على إضافة هاي الألعاب ليتم انتقاء واختيار المواهب. وكيف يتم التسجيل في هذه المبادرات؟ التسجيل عن طريق موقع مجلس دبي الرياضي، طبعا احنا دائما ننشر جميع الفعاليات الموجوده ورابط التسجيل يكون موجود في الموقع. طبعا احنا شويه سولفنا قبل المقابله عن اقبال المراه في عالم الرياضه، يعني قبل كنا نشوف المراه يمكن مو بوايد مع الرياضه، لكن الحين نحن ما شاء الله اكثر ونسوي. خبرينا عن شعور المرأة في هذه الفعاليات والسباقات اللي تشارك فيها. الحمد لله نحن قدرنا نعزز ثقافة ممارسة الرياضة لدى المرأة، نسبة الممارسة طبعا ارتفعت عندنا، ونسبة مشاركتها في الرياضات المتنوعة طبعا ارتفعت أيضا عندنا. الحمد لله هذا دليل أن نحن قدرنا نوصل المسج لأهمية ممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة. طبعا المرأة تقدر تمارس الرياضة في دبي في جميع الأماكن، طبعا في خصوصية للمرأة، في أماكن لها خصوصية تامة للمرأة، وأيضا البنية التحتية متوفرة لممارسة الرياضة. نعم أستاذة فوزية فريدون، رئيس قسم رياضة المرأة، شكرا جزيلا.